كانت الإمارات العربية المتحدة بلد الأحلام المحققة، فيها التحدي وقهر المستحيل. إزاي أنت فخرنا فخر دولة الإمارات للوصول للقمة بلا منازع. زاعي المنصوري أبدأ مستوى عالي من الاحترافية والجدية والتميز، من طيار مقاتل إلى أول رائد فضاء إماراتي. هزاع البطل، هزاع فخر الدولة، هزاع المنصوري. هكذا بدأت رحلة هزاع من هنا، ومن هنا بدأ الحلم يكبر حتى تحول لحقيقة وإنجاز وفخر لكل العالم. من الإمارات العربية المتحدة والعاصمة الحبيبة أبوظبي نبدأ رحلتنا لنكتشف ونتعمق في أصل وبداية الحكاية. وجهتنا إلى قاعدة الضفرة الجوية التابعة للقوات الجوية الإماراتية، التي تبعد مسافة 32 كيلومتر جنوب العاصمة أبوظبي. هنا أسراب الطائرات المقاتلة التي انطلقت فيها رحلة هزاع نحو الهدف الحلم. قاعدة الضفرة الجوية في العاصمة أبوظبي أسست عام 1983. في هذه القاعدة جناح المقاتلات الثاني تدرب هنا هزاع المنصوري كطيار مقاتل. ولد هزاع المنصوري في منطقة الوثبة في أبوظبي في 13 من ديسمبر من عام 1983. في طفولته كان محباً للاستكشاف، وكان شغوفاً بمطالعة النجوم والشهب في الليالي المظلمة في صحراء ليوا، بعيداً عن أضواء المدينة حيث أمضى أغلب طفولته. كان يحلم بأن يكون طيار، وكان يحب القراءة عن الطائرات ورحلات الفضاء. بعد إتمامه المرحلة الثانوية من مدرسة الصديق الثانوية للبنين في ليوا في منطقة الظفرة، قاده شغفه للفضاء وحبه لخدمة وطنه إلى الالتحاق بالقوات المسلحة ليصبح طياراً حربياً، والتحق بكلية خليفة بن زايد الجوية في العين في 2001، تخرج منها عام 2004، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران. أرسلته دولة الإمارات للتدريب على طائرات F-16 في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع لمجموعة برامج تدريبية منها دورات تخصصية متقدمة والتدريب على الدوران وقوة التسارع التي تصل إلى 9G وعلى مناورات العلم الأحمر. وبعد عودته إلى دولة الإمارات التحق بأسراب العمليات، ومن ثم شغل منصب مدرب على طائرات F-16 هنا في قاعدة الضفرة الجوية التابعة للقوات الجوية الإماراتية. هنا تدرب هزاع المنصوري على الطيران وشتى أنواع الطائرات الحربية وطائرات الاستعراض. هنا أثبت أنه طيار من الطراز الرفيع، وهنا شق طريقه إلى السماء. في 11 من إبريل عام 1983 افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قاعدة الضفرة الجوية في إمارة أبوظبي، واللي تعد من أكبر وأهم القواعد العسكرية الجوية في الدولة. في هذه القاعدة العريقة تم تدريب العديد من الطيارين الإماراتيين بأفضل الأساليب وعلى أحدث الطائرات، فخرجت هذه القاعدة أكثر الطيارين خبرة وأكثرهم معرفة بعلوم الطيران، ولديه الميزات والصفات الأهم اللي خولته بأنه يكون المرشح الأول ليكون أول رائد فضاء إماراتي. لكن كيف بدأت الحكاية؟ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. التدريبات اللي خضتها هناك كيف أهلتك كطيار حربي أنك تصبح وتترشح لتكون أول رائد فضاء إماراتي؟ طبعاً أوجه لهم تحية، القوات المسلحة والقوات الجوية والدفاع الجوي، على التأهيل اللي حصلته. اللي شفته هناك يعني هو التأهيل على أن نكون طيارين على مستوى عالي، وفي نفس الوقت نكون مدربين، وبهذا الشيء نقدر نورث ونقدر ننقل هاي المعرفة للجيل القادم والجيل اللي بعدنا. فكانت هاي يعني من المراحل في حياتي اللي أنا أفخر أن يكون جزء منها،
وأهلتني كثير طبعاً، لأنها أعطتني الكثير من الأمور اللي خلتني أجتاز المراحل الصعبة في اختبارات كرائد فضاء بأريحية كثيرة. فقد حلم هزاع المنصوري بالطيران منذ الصغر، وسعى وحقق حلمه بأن دخل مضمار الطيران الحربي عبر كلية الشيخ خليفة بن زايد للطيران، وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في علوم الطيران. شغفه بعالم الطيران وحب الاطلاع والاستكشاف بدأ منذ الصغر، فقد كان للنجوم وعلوها أثرها الكبير على اختياره بأن يصبح طيار، وهذا ما شق الطريق له ليكون أول رائد فضاء إماراتي. هزاع المنصوري عرفته معرفة شخصية من خيرة الشباب، دائما طموح، ما يرضى أبدا إلا بالأفضل، وكل طموحه كان منذ الصغر إنه يكون رائد فضاء. ومن أجمل القصص اللي ذكر لي إياها مرة كان يوم كان مرشح في كلية خليفة بن زايد الجوية، وأول ما التحق بالكلية سألوه الضباط اللي مسؤولين عنه في تلك الفترة ما هو طموحك، ماذا تود أن تكون في المستقبل؟ فأجاب هزاع قال رغم أن كان في تردد، يقول لي في تلك الفترة أني أنا ودي أكون رائد فضاء من سنين يعني. من سنين نعم. ففي اللحظة هذه طبعا جوابه نال استغراب كثير من اللي كانوا موجودين في المكان، ولكن هو أثبت أن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل حكومة رشيدة تؤمن بأهمية الشباب وتوفر وتسخر كل ما تملك لهؤلاء الشباب أنهم يوصلون لأعلى المراتب ويحققون أفضل الإنجازات على مستوى العالم. بالعمل والاجتهاد والمثابرة تزول الصعاب وتتحقق الأحلام، فمهما كان الحلم بعيداً والطريق طويلة، إلا أنه لا يوجد مستحيل في قاموس من وضع الهدف نصب عينيه. أحلام الصغر كبرت، وأحلام الوطن حققت وحملت على أكتاف أبناء الوطن المتميزين. هزاع خلال مسيرته بأن الطيران جزء لا يتجزأ من شخصيته، وأن الطائرة مكانها المفضل، وأن السماء هي الحضن الأكثر اتساعاً لأحلامه. هنا تدرب هزاع، وهنا تميز، وهنا في قاعدة الظفرة الجوية انطلق إلى الإنجازات المتعددة في مسيرته المهنية. ففي 2016 تم اختياره ليكون طيار عرض جوي منفرد على طائرة F-16 للقيام بعروض جوية. وفي 2017 شارك في معرض دبي للطيران، وشارك في عروض استعراضية متنوعة داخل وخارج الدولة. خلال تدريب هزاع المنصوري، هزاع أبدأ مستوى عالي من الجاهزية لدورة الاستعراض الجوي، لأن دورة الاستعراض الجوي تتطلب الكثير من التركيز والمجهود، لأن الطيار يمر بضغوط كثيرة خلال الاستعراض الجوي. سرعة الطائرة سرعة عالية تتراوح من 200 كيلومتر في الساعة إلى 800-900 كيلومتر في الساعة، فطيار الاستعراض الجوي خلال هذه 7 دقائق يقوم بالعديد من المناورات. هذه المناورات تكون قريبة من الأرض، قريبة من الجمهور، طيارة سريعة جداً، يمر الطيار بضغط عالي خلال المناورة، يمر عكس الجاذبية الأرضية توصل لتسع أضعاف وزنه، فيتطلب الكثير من التدريب، الكثير من اللياقة البدنية، الكثير من التركيز. هذه طائرة F-16
هي مقاتلة حربية متعددة المهام، تخيل لو تصل سرعتها إلى ضعفي سرعة الصوت، كما أن بإمكانها أنها تعاكس بحركتها قوة الجاذبية، فبالتالي الطيارة اللي داخلها وزنه قد يصل إلى 9 أضعاف وزنه الأصلي وهو داخلها وفي الجو. ما هي طائرة F-16؟ وما هي مواصفاتها؟ طائرة F-16 تسمى بالفالكون المقاتل، أي الصقر المقاتل، وهي عبارة عن مقاتلة نفاثة أحادية المحرك. نشأت طائرة F-16 في عام 1972 كمقاتلة أرض جو ذات وزن خفيف، وهي من الطائرات الفعالة من حيث التكلفة، وتتميز جميع النماذج الحالية بقدرة تحملها على جميع الأحوال الجوية، كما أنها فعالة للهجوم الأرضي، وقد تم أول تسليم لسلاح الجو الأمريكي في عام 1978. دخلت طائرة F-16 فرقة الصقر المقاتل في عام 1979. يبلغ طول طائرة F-16 46 قدم، أي حوالي 15 متر، ويبلغ طول جناحيها 31 قدم، أي أكثر عن 9 أمتار، وهي تعمل بمحرك توربيني واحد من طراز براد أند ويتني أو جنرال إلكتريك، واللي يمكن أن يؤدي إلى توليد 23,000 إلى 29,000 رطل، أي من 102 إلى 130 كيلو واط من الدفع، مما يسرع الطائرة إلى أكثر من ضعف سرعة الصوت. وتشمل على سلاح مدفع عيار 20 مليمتر، بالإضافة إلى ملحقات تحت الأجنحة وجسم الطائرة ومجموعة كبيرة من القنابل والقذائف، مع حمولة قتالية نموذجية. تزن طائرة F-16 حوالي 23,000 رطل. لو تعطينا نبذة عن صقر الصحراء F-16 المقاتلة الإماراتية، ماستر بيس صراحة. طبعاً ما في شك أنها أفضل F-16 صنعت في العالم حتى الآن. بشكل عام تمتلك طائرة F-16 قدرة عالية جداً على المناورة، أنظمة حديثة جداً ومتطورة، بالإضافة إلى أنظمة طيران آلي كذلك تعتبر هي الأفضل على طائرات المقاتلة. أضف على ذلك كافة أنواع الأسلحة المختلفة اللي تستطيع الطائرة هذه التعامل معها باستخدام المستشعرات المختلفة اللي تحملها الطائرة، فهذا كله يتطلب مستوى عالي جداً من التدريب حتى يستطيع الطيار أنه يتعامل مع معدة بالمستوى هذا من التطور التكنولوجي. في ميدان البطولة حيث التضحية في أسمى معانيها تتجلى، هنا تتعمق العلاقات وتخلق أواصر قوية متينة. كان شرف كبير لي أني كنت من ضمن المدعوين ومن هزاع شخصياً أني أحضر لحظة تاريخية مثل هذه، لحظة كتبت في تاريخ بلادي، اللحظة اللي انطلق فيها هزاع للفضاء اختلطت فيها مشاعر كثيرة، لأن أخوي الصغير هالمرة هو اللي راكب في المركبة. هزاع أخذ كل اللي تعلمه، المعرفة، الاحترافية، الخبرة، وارتقى فيها من المستوى اللي هو موجود فيه لمستوى أعلى وأسمى، تجاوز فيه السماء ووصل إلى الفضاء. في آخر 10 سنوات من حياتي عاشرت شخص وأشوفه مثل أخي الكبير، وكان من الأشخاص اللي دعيتهم للإطلاق طبعاً، كان موجود هناك لأشكره على التدريب والتأهيل. قاعدة الظفرة الجوية ينتسب إليها الكثير من الطيارين المتميزين والذين هم على أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن. للذهاب للفضاء ولتكون رائد فضاء يفضل أن تكون طيار حربي، وذلك بسبب التدريبات المشتركة بينهم من حيث تدريبات التسارع والدوران، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلات الحربية. إذن ما هي المتطلبات الأساسية لرائد الفضاء، وما هو وجه الشبه بين رائد الفضاء والطيار الحربي؟ إن الطيار المقاتل
من ضمن التدريبات اللي يتدرب عليها أمور تتعلق باختلاف الضغط الجوي، نقص الأكسجين، تسارع عكس الجاذبية الأرضية. هذه كلها تدريبات يمر فيها الطيار عندنا، بل أحياناً تكون متطلباتنا نحن على سبيل المثال مختبر الجيلاب اللي يتم فيه اختبار تسارع جسم الإنسان عكس الجاذبية الأرضية بحيث يتضاعف وزنه مرتين وثلاثة إلى أن يصل 9 أضعاف داخل الطائرة. داخل الطائرة نعم. طبعاً يتعرض خلال هذه المناورات الحادة إلى هذه التأثيرات اللي هي عكس الجاذبية الأرضية، فبالتالي يبدأ الدم ينزل من الدماغ، وإذا ما قدر الطيار أنه يتعامل مع هذا الموقف قد يفقد الوعي وهو لا يزال أثناء الطيران. يفضل أن يكون المتقدم ليصبح رائد فضاء مجازاً جامعياً بعلوم الحاسب أو البيولوجيا أو الرياضيات، وأن يكون على خبرة في عمله، أو أن يكون قد اجتاز 1000 ساعة طيران بصفة طيار قائد في طائرة نفاثة، وأن يمتلك القدرة على اجتياز الاختبارات البدنية الشاقة، وأن يكون بصره في حالة جيدة، وكذلك ضغط الدم. أما مهارات البقاء على الحياة ستكون الأكثر إرهاقاً، كما يتوجب على رائد الفضاء تعلم اللغة الروسية وخوض تجربة انعدام الجاذبية، ومعظم هذه الصفات قد لا تتوافر إلا في الطيارين الحربيين، لأنهم قد مروا بالكثير من المهام الشاقة، ولأنهم أتموا عدد ساعات الطيران. هزاع يتمتع بقدرات عالية في عالم الطيران، وتحديداً الطيران الاستعراضي. فما هو الطيران الاستعراضي؟ هو نشاط ترفيه تتمثل في استعمال طائرة لتقديم لوحات استعراضية جوية، أي حركات بالطائرة خارجة عن المألوف. تتمثل هذه اللوحات الاستعراضية في عدة حركات خاصة بالدوران الأفقي والسقوط بالطائرة والطيران على الظهر. تكون الحركات عادة مرتبطة، مما يستوجب مهارة وخبرة عاليتين عند الطيار، وذلك لقدرته على المحافظة على ثبات الطائرة. تستوجب هذه الاستعراضات طائرات قوية في الطيران العكسي والمناور. من أهم متطلبات طيار الاستعراض الجوي هي سرعة البديهة، الالتزام والضبط والربط، لأنها شيء أساسي خلال الاستعراض الجوي. مهم جداً أنه طيار الاستعراض الجوي يكون منتبه لأدق التفاصيل، لأنه خلال الاستعراض الجوي الطيار يمر بأمور كثيرة لازم يكون منتبه لها على أساس يحمي نفسه ويحمي الجمهور ويؤدي الاستعراض الجوي بطريقة احترافية. أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للفضاء الذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وخطة لـ100 عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021، وذلك تزامناً مع الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. أهداف البرنامج: يهدف البرنامج إلى تحقيق خطة علمية متكاملة تتناول إطلاق برنامج رواد فضاء الإمارات تحت إشراف مركز محمد بن راشد للفضاء من أجل إعداد رواد فضاء إماراتيين، وبناء أرضية صلبة لكوادر إماراتية تخصصية في علوم الفضاء، كذلك إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بتجارب علمية تعود بالمنفعة على البشرية، وقد حقق ذلك بالفعل. إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، وتضم متحفاً للمريخ ومختبرات متخصصة، إضافة إلى مختبر تجارب انعدام الجاذبية. إطلاق البرنامج العربي لاستكشاف الفضاء، وهو برنامج لنقل المعرفة والخبرات في علوم وتقنيات الفضاء مع جامعات ومؤسسات الدول العربية، وذلك للاستفادة من أبرز العقول العربية في هذا المجال. إنشاء منصة بيانات علماء الفضاء العرب. إطلاق مجمع تصنيع الأقمار الاصطناعية ضمن مركز محمد بن راشد للفضاء، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية تصنع الأقمار الاصطناعية بشكل كامل. إنشاء المجلس العالمي لاستيطان الفضاء بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية متخصصة. ربما تحلم أمة، وربما أنت من ستحمل هذا الحلم منذ الصغر وأنت لا تدري،
وسترفع عالياً راية الوطن ويكون الحلم على يديك حقيقة. لا تنتظر، انظر إلى السماء، اجعل قلبك معلقاً بالأعالي وبالاطلاع. حلمت الإمارات وعملت بدون هوادة على تحقيق المجد، فكان لدينا أول رائد عربي على متن محطة الفضاء الدولي. هزاع المنصوري وسلطان النيادي، رائدا الفضاء الإماراتيين الأوائل، لم يصلا إلى ما وصلا إليه إلا بسنوات من العمل الجاد والاجتهاد والإصرار والمثابرة والتخطيط للكثير من الأهداف، لعلهم اشتركوا في